السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأخ محمد بن داو. اليوم إن شاء الله قررت أنني ندير واحد السلسلة ديال أعمال الفيديو اللي نشرح فيها إن شاء الله بعض المتطلبات أو يعني كل ما يخص التقنيين في ميدان الشبكات الإعلامية. وكنت درت واحد لاباج في الفيسبوك اللي تحت الاسم ديال التكنيك دي ريزو انفورماتيك، وكنشكر جميع الناس اللي يعجبهم العمل ديالي والدروس اللي كنت كنحط، وبالاخص الاخ وليد. المهم اليوم ان شاء الله في احد اول الفيديوهات، وكنتمنى من الله عز وجل انه يوفقني في هذه السلسله هذه. المهم ان اليوم غادي نحاول نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديروا واحد لو ريزو لوكال في لا ماشين فيرتوييل في ام وير. اولا علاش حنا غادي نكريو هاد لو ريزو لوكال في لا ماشين فيرتوييل؟ اولا يعني ما تلقاش المتطلبات، يعني ان خصك غادي يكون مكلف جدا اننا نجيبو بزاف ديال لي ماشين ونكريو ان ريزو لوكال، يعني وتدربو عليه ونانستاليو فيه لي سيرفيس ديالنا، وهادشي يعني مكلف جدا. الشركه ديال الفيرتواليزاسيون فيموير يعني كتمكننا من اننا نكريو ان ريزو لوكال يعني بجميع المواصفات ديال شبكه حقيقيه، يعني اننا يمكن لنا انستاليو سيرفر ودي ماشين كليون، يعني وندخلهم في لو دومين اكتيف دايركتوري ونانستاليو سيرفيس دي ان اس ريز الى اخره وندربو عليهم. اول حاجه اللي خصنا نعرفو اننا خصنا نكونو ديجا كرينا لي ماشين فيرتوييل ديالنا، يعني حنا غادي نكريو ماشين فيرتوييل ديال ويندوز سيرفر 2003 ويندوز اكس بي. المتطلبات ديال العمل اللي خاصنا يكونوا عندنا هما يا اما لي سي دي ديال ويندوز اكس بي ويندوز سيرفر 2003، ولا يكون عندنا ليماج ايزو. انا في هذا الشرح هذا غادي نخدم بايماج ايزو اللي هي عندي في مون ديسك ديور. اول حاجه غادي نمشي غادي ندير نيو فيرتوال ماشين، نعزل كوستوم، غادي ندير نيكست نيكست. هنا تعطيني الاختيار انستال ديسك، يعني الا كانت عندي كان عندي لو سي دي ديال ويندوز اكس بي غادي نعزل غادي ندير انستال ديسك. اما الا كانت عندي ما الا كانت عندي ليماج ايزو غادي ندير انستال ديسك ايماج فايل ايزو، وغنمشي غادي ندير براوز، وغادي نمشي غادي نقلب على لا ماشين على الايزو ديال الويندوز اكس بي. هنا هو هذا غادي نعزلو نزلو وغادي ندير نيكست. هنا كيطلب مني السيريال، تيطلب مني السيريال ديال ويندوز اكس بي باش يعني ما يطلبوش ليا وصل انستالاسيون. غادي نمشي غادي نجيبو ونعطيه ليه هنا. يعني خاص يكون عندكم واحد لوجيسيال ديال باش تتعاملوا مع لي فيشي ايزو. انا كنخدم بلوجيسيال ديال الترا ايزو، كاين بزاف، كاين دايموند تول، كاين باور ايزو. المهم غادي ناخذ السيريال، غادي ناخذ السيريال وغادي نمشي فيموير، غادي ندير ليه كولي سويفون. السميه ديال لا ماشين فيرتوييل نديرو ويندوز اكس بي نيكست. هنا كان عندي ديجا انا مكري واحد الويندوز اكس بي في لا ماشين فيرتوييل، نسميها ويندوز اكس بي 2. غندير نيكست نيكست. هنا غادي نعطيه لارام، شحال بغيت انا لا ماشين فيرتوييل ديالي يكون فيها ديال لارام. نخليها باغ ديفو، لو ريكوموندي هو 512 ميجا. ندير نيكست. هنا لي باراميتر ديال الريزو غادي نعزل يوز بريدج نيتورك، غادي ندير نيكست. عاوتاني غادي ندير نيكست. هنا غادي ندير كرييت ا نيو فيرتوال ديسك، غادي نكريو واحد لو ديسك دور فيرتوال غادي تحط لينا في لو ديسك دور غايل ديالنا، يعني وغادي نحددو القيمه ديالو. هنا لو تيب ديالو واش سكازي ولا اي دي او، غنديرو نيكست. هنا كنعطيوه شحال ما بغينا، يعني هنا واخا كتشوفو 40 جيجا، يعني انا واخا نعطي الديسك دور ديالي نعطيه 40 جيجا، مني غادي نمشي نقلب في لو ديسك دور غايل ديالي غادي نلقى ان فيشي يعني فيه تقريبا 1 جيجا، يعني ماشي تيكون تقريبا
قيمة حقيقية. يعني هنا غنعطيه 20 جيجا، غندير next next finish finish. والآن كنلاحظوا أن لا ماشين فيرتويال غادي تشعل وغادي تبدا في لانستالاسيون. كما كتشوفوا هنا كتبدا لانستالاسيون عاديه، انستالي ويندوز اكس بي عادي. هو ضيق الوقت ما غاديش نكمل، لان ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. انت ديجا خص يكون عندك لي ماشين فيرتويال ديجا يكونوا انستالي، دونك غادي ندير ستوب وغادي نمشي نكري الريزو لوكال ديالي. المهم نفس الطريقه كما انستالينا ويندوز اكس بي، خصنا نانستاليو ويندوز سيرفر. يعني في لي فافوري هنايا خصنا نلقاو عندي ديجا، يكون عندي ديجا دو ماشين مكخيل، ويندوز اكس بي بروفيسيونيل وويندوز سيرفر 2003. الان غادي نمشيو لبيت القصيد ديالنا اللي هو لو ريزو لوكال. يعني غادي نمشيو غادي نديرو نيو تيم، غادي نديرو سويفون هنا لو نون ديالو، نديرو مون ريزو لوكال، نديرو سويفون. هنا غادي ندخلو ليه لي ماشين. نرجو التركيز في هاد المرحله هادي. هنا تيقول لك نيو فيرتشوال ماشين، يعني واش غادي نكري ان ماشين جديده وندخلها لو ريزو لوكال ديالي، ولا اكزيستين فيرتشوال ماشين، يعني اون ماشين فيرتشوال ديجا انا كريتها، داكشي اللي درت انا ديجا مكريه وعاد غادي ندخلوها لو ريزو. دونك داكشي اللي غادي ندير اكزيستين فيرتشوال ماشين، وغنمشي فين كيكونوا لي ماشين فيرتشوال انستالي. بار ديفور كان عندك ويندوز اكس بي غتلقى في مي دوكيمون فيرتشوال ماشين، الا عندك ويندوز 7 غتمشي لدوكيمون فيرتشوال ماشين. غادي نمشي وغادي ندخل الويندوز سيرفر 2003 اللي انا ديجا انستاليتها، وغادي ندير اوفغيغ. كما كتلاحظوا ها هي دخلات. غنمشي دابا غنجيب ان كليون اللي هو ويندوز ويندوز اكس بي عفوا، غنرجع لفيرتشوال دوسي فيرتشوال ماشين، غادي ندخل ويندوز اكس بي وغادي ندير لها اوفغيغ. دونك هنا عندنا ويندوز سيرفر 2003 وعندنا ويندوز اكس بي، يعني عندنا سيرفر وان كليون. الا بغينا حنا نديرو دي نوفو كليون، ما غاديش نحتاجو نعاودو انستاليو دي نوفيل ماشين فيرتويال. فيم وير دارت لينا واحد الخاصيه اللي هي نيو كلون اوف فيرتويال ماشين، يعني غادي نكوبي وغنسنسخو واحد لا ماشين فيرتويال اللي ديجا اكزيست. غنمشيو نديرو نيو كلون ونعزلو لا ماشين فيرتويال اللي غادي نكلونيوها اللي هي ويندوز اكس بي، نديرو لها بحال كوبي كولي زعما، اوفغيغ سويفون سويفون. هنا غنديرو كرييت ا فول كلون، يعني باش يدير لها كوبي كولي بكلشي ليها، يعني بلو ديسك ديور ديالها بلا رام، يدير جميع المتطلبات ديال لا ماشين فيرتويال ديالنا. وغنديرو سويفون، غادي نعطيوها السميه، نديرو لها ويندوز ويندوز اكس بي 2 تيرميني. وغادي نتسناو حتى يسالي يعني يسالي الكلونين. كما كتلاحظوا الان سالا الكلون، غادي نديرو كلوز. يعني وكتلاحظوا تزادت عندنا هنايا واحد لا ماشين فيرتوال اخرى. انا من غيزو لوكال ديالي بغيت يكون فيه غير يعني ان سيرفور ودو كليون، هادشي على حساب لارام. يعني خص يكون عندك جهاز، يعني انا كنصح ان تكون عندك لارام ما فوق 2 جيجا باش انك تخدم يخدم لك لو ريزو لوكال، يعني عادي ما يعطيك حتى شي مشاكل ولا تبلونط عليك البيسي. المهم الا بغيتنا نزيدو اون ماشين كليونت اخر، غادي نديرو نيو كلون كما شفتو، وغادي نمشيو نجيبوها من مي دوكيمو. المهم غادي ندير سويفون. هنا تيعطيني الا بغينا نكرايو واحد لا بوند باسونت، واحد لو ريزو بلا بوند باسونت ديالنا حنايا، كنديرو اد ومن بعد كنمشيو كنعطيوها القيمه ديالها. حنا ما غاديش نختارو هادشي، ناخذو باغ ديفو اللي كيعطينا فيم وير اللي هو بريدج. خص يعني جميع لي ماشين فيرتويال يكون نعزلو فيهم بريدج، يعني هاد بريدج هادي كتخدم بحال كوم ان هوب اللي كيربط لينا لي ماشين ديالنا باش نكريو هاد لو ريزو لوكال. كاين عاوتاني نات اللي هي فيها دي اس سي بي، يعني كيدير لك ديستريبيسيون ديال لي زادريس اي بي اوتوماتيكمون، وكاين
هوست اونلي، يعني كتدخل حتى لا ماشين ديالك كتدخل في لو ريزو، لا ماشين غير ديالك حتى هي كتدخل في لو ريزو لوكال. حنا بغينا نخدمو غير على لا ماشين فيرتويال، دونك غادي نختارو بريدج، غنديرو تيرميني. كما كتلاحظوا لو ريزو لوكال ديالنا تكخيا، ها هو مون ريزو لوكال، وهذه هي ليكون اللي تتكون فيه، يعني مغير على لي زيكون ديال لي ماشين فيرتويال. غادي نديرو باور اون ديس تيم، وغادي نتسناو. يعني خاص كنعاود نذكر، خاص لارام تكون يعني فوق 2 جيجا الا بغينا نخدمو مزيان. يعني 1 جيجا غادي تخدم ليك، ولكن خاصك تكون يعني ست جميع لي بروسيسوس، ما تخلي حتى شي بروسيسوس محلول باش تخدم ليك مزيان. من المميزات ايضا ديال هاد الخاصيه هذه، اننا غادي نخدمو يعني ندربو، يعني كوم ان ستاج، يعني تمشي تخدم عادي، دير جميع لي سيرفيس وكل اي حاجه كتستخدمها ان تكنيسيان سبيسياليزي اون ريزو انفورماتيك، انستالاسيون ريباراسيون كلشي، يعني بلا ما نحتاجو اننا نمشيو نجربو في دي ماشين ويكون عندنا واحد لو ريسك اننا يقدروا يخسروا لينا ولا شي حاجه. يعني هذا احسن طريقه للتدريب. كما كتشوفوا ان لي ماشين دابا هنا يبداو كيشعلوا، هنا تيعطينا واحد لا مينياتور كنشوفوا بها لي ماشين ديالنا. هنا غنمشي غادي نشعل لو سيرفور، سيرفور كيشعل بكونترول الت سوبريمي. كما كتلاحظوا واحد شويه تيتقال. هذا هو السيرفر شعلناه، غادي ننتقل لا ماشين ويندوز اكس بي، ها هي كاين لا ماشين ويندوز اكس بي 2. الان غادي ننتقل للمود فول سكرين بلا اكرون بلا كومبينيزون كنترول الت اونتري. كما كتلاحظوا هنا غادي نبدا نتنقل ما بين لي ماشين بهذا السهم هذا. غادي نمشي دابا، غادي نحاول نعطيهم نعطي لي ماشين ديالي ان اون ادريس اي بي في لو ميم سو ريزو. ندير بوطون دغوا على فافوري ريزو بروبريتي، نمشي لكونيكسيون ريزو لوكال بروبريتي تي سي بي اي بي دوبل كليك. كما كتلاحظوا هنا ديجا انا كنت عاطيهم واحد لي زادريس اي بي. المهم لو سيرفور عندي هو 192.168.56.130. غنمشي لي كليون ديالي وغادي نحاول نعاود نعطيهم دي زادريس. نمشي للكليون الاول، هنا كاين مشكل. هنا كيكون واحد المشكل، اي اكزيست ان نو اون دوبل سور لو ريزو. علاش؟ لانني انا فاش كرييت درت داك الكلون لا ماشين فيرتويال، يعني كدير لها كوبي كولي بلو نو دوت بلادريس اي بي بكلشي. في ان ريزو لوكال خاصنا يكون اون ادريس اي بي و لو نو دوت يكون اونيك. دونك شنو غادي ندير باش نريزولي هاد البروبليم هذا؟ غادي نمشي للبوست دو ترافاي، بوطون دغوا بروبريتي، النوم دو لورديناتور، غادي ندير موديفي هنا اكس بي لو نو اللي كان عند لا ماشين فيرتويال الاخرى، وغادي ندير ويندو اكس بي 2، غادي ندير اوكي. هنا تيعطيني رساله بانني خاصني نغودي ماغي، ندير اوكي وغادي ندير غودي ماغي مانتونو. الان من بعد ما شونجيت لو نون ديال لوت ديال لا ماشين، غادي نمشي دابا وغادي نعطيها ندير لادريساج اي بي. غادي نمشي لفافوري ريزو بوتون دغوا بروبريتي، كنلاحظو شي شوية كيتقال لو ريزو.
نديرو بروبريتي بارامتر تي سي بي بي ندير اوتيليز اون ادريس اي بي غندير دابا 192.168.168.156 عفوا 192.168.156.131 هنا الباسخيل بار ديفو بلا ما نديرها اوكي نستنى واحد شويه نحاولو ندوزو لماشين الاخرى هادي وغادي نمشيو غادي نحاولو نعطيو حتى هي اون ادريس اي بي فهمتي نعطيوها 192.168.156.132 باسخيل باغ ديفو ما غاديش نديروها اوكي كما كتلاحظوا هنايا يعني الريزو لوكال دابا ديالنا مكونيكتي فلا فيتاس يعني جيجا ايترنت 1 جيجا بيت بار سكوند ها هو الميساج كيعطيني هنا الان غادي نحاولوا نتيستيو هادشي واش خدام غادي نمشيو للسيرفر وغادي نديرو اكزيكوتي سي ام دي CMD ونديرو بينغ وغادي نبينغيو على لي ماشين كليون نشوفو البينغ واش دايز ولا مدايزش بينغ 192.168.156. هادي الماشين الأولى كيما كتلاحظو بالفعل البينغ يعني داز هنا عندنا لي غيبونس لي باكي 4 انفوايي و 4 ريسو بيردو يعني زيرو غنعاود نبينغي على الماشين التانية 132 لادريس اي بي ديالها وكما كتلاحظوا البينغ دايز يعني وغادي نحاول يعني باش نعاود نتاكد نمشي لا ماشين فيرتوال نحاول نبينغي لي كليون بيناتهم ندير بينغ نشوف بعدا هذه لادريس اي بي ديالها افيك لا كوموند اي بي كونفيغ 132 دونك غادي ندير بينغ 192.168.156.131 كما كتلاحظوا يعني البينغ داز 4 انفوايي 4 ريسو ما بقى علينا الان الا اننا ندخلو للسيرفر ندخلو للسيرفر ونانستاليو الاكتيف دايركتوري وندخلو لي ماشين ديالنا في الدومين ونانستاليو لي سيرفيس لي كاينين ويعني ندربو وكان هذا واحد اول شرح ليا كنتمنى من الله انه يعجبكم ويرقكم وما تحرموناش يعني من لي كومونتير ديالكم ومن التشجيعات ديالكم باش اننا نزيدو نعطيو كثر ويعني ان باقي دروس ان شاء الله كثار في الجعبه ديالي نحاول الشرح ديالها. السلام عليكم ورحمه الله والى اللقاء في شرح اخر. كان معكم محمد بن دو.